أبطال الجيش واللجان الشعبية مثلهم مثل غيرهم من أبناء الشعب اليمني واصلون تقديم التبرعات لدعم البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. من هنا من جبهة مأرب، من جبهة رجال الرجال، نوجه رسالة إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأنا نقول له يا سيدي سمعا وطاعة، واستجابة لنداك في آخر كلمة ألقيتها لهبة شعبية لدعم البنك المركزي اليمني. فنحن من هنا من جبهة الشرف ونحن نقدم الدم، فلن نبخل تقديم أموالنا وأنفسنا في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن وفي سبيل المستضعفين. فحين أستخدم شذاذ الآفاق من الأمريكان والصهاينة هذه الورقة الخبيثة التي أضرت بكاهل الشعب وأضرت بالمستضعفين، هذه آخر ورقة يستخدمونها، لكن نحن لها بالمرصاد، والله على ما نقول شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن من هنا من جبهة مأرب نعلن قيامنا بحملة وطنية للتضامن مع البنك المركزي اليمني، وكذلك استجابة لقائدنا وقدوتنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وكذلك نقول للأعداء إنهم فاشلون وخاسرون، مثل ما فشلوا في الحرب السياسية والعسكرية فسيفشلون بإذن الله في الحرب الاقتصادية، وإن شاء الله ندعم البنك المركزي اليمني من هنا جميعا. لن نزحزح ولن نتراجع، ولن مهما كانت الظروف قاسية ومهما كانت الظروف صعبة، ومن جهة البنك المركزي اليمني ندعمه بالدم ومالنا وأولادنا، وندعمه بكل ما نستطيع. نعم نعم. وكل ما ونقول للسيد القائد نجدد العهد والولاء أن احنا هنا صامتين وثابتين، ثبوت جبل هيلان وثبوت جبال المشجح. من هنا من جبهات الشرف والبطولة وميادين العز والكرامة نعلن تضامننا مع البنك المركزي اليمني، وتلبيتنا لتوجيه قائد المسيرة القرآنية سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول إن كما نفدي الوطن بأرواحنا ودمائنا فإننا نتضامن مع البنك المركزي بأموالنا الخاصة. عهد الله ونعاهد الوطن وقائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا سنبقى جنوده الأوفياء لله وللدين ولهذا الوطن، كما نقول لأعداء الأمة أن أنتم لن تستطيعوا هزيمتنا لا اقتصاديا ولا عسكريا. نقول لهؤلاء الطغاة مثل ما فشلوا عسكريا يفشلوا اقتصاديا، ورهاننا بالله أكبر. أما رسالتنا للطواعش، مهما كان رهانكم على أمريكا فرهاننا بالله أقوى، ومهما كان صبركم فسيكون صبرنا أعظم، والنصر حليفنا إن شاء الله. لجمع المبالغ المالية إلى البنك المركزي نقوم بالتبرع ببعض من أموالنا لدعم البنك المركزي. سوف نرفد البنك المركزي وسنبذل أنفسنا وأرواحنا في سبيل الله ميدانيا، وسندعم البنك المركزي اقتصاديا. تلبية لنداء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لدعم البنك المركزي اليمني، نقول له في الثامنة والنصف بثي المسيرة واعلني تأييدنا الكلي لأبو جبريل قائدنا الهمام بندعم البنك المحلي رغم أنف الحاقدي. يا من فشلتوا عسكري خلاص ما عد به كلام، صر واحد لبس تنفري هيلان هو الأشكري، يا المخدرة شدي واضربي حان وقت الاكتحار. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر.